حكم على الزعيمة المخلوعة لميانمار أونغ سان سو تشي يوم الأربعاء بالسجن 5 سنوات إضافية بتهمة الفساد، حسب ما ذكر مصدر طلب عدم الكشف عن هويته لأن المحاكمة تعقد خلف أبواب مغلقة. ركزت هذه القضية الأخيرة على الادعاء القائل بأن سو تشي قبلت رشاوى بقيمة 600,000 دولار وأكثر من 11 كيلو غرام من الذهب من رئيس وزراء مدينة يانغون الذي أصبح متهماً، لكن سو تشي تنفي هذه الاتهامات. وهذه القضية هي الأولى من بين 11 تهمة فساد موجهة إلى الحائزة على جائزة نوبل للسلام، كل منها تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 15 عاماً. يشار إلى أن اعتقلت سو تشي خلال الانقلاب العسكري في ميانمار أوائل العام الماضي وأدينت بارتكاب عدة جرائم بسيطة نسبياً حتى الآن، من بين العديد من التهم التي تصل عقوبتها إلى ما يقرب من 190 عاماً. وتمضي بداية عقوبتها في الإقامة الجبرية في مكان احتجازها بعيداً عن العالم الخارجي منذ أكثر من عام، ويفترض أن تبقى فيه طوال مدة محاكمتها. وهذا المكان سري إذ أن محاميها ممنوعون من التحدث إلى وسائل الإعلام والمنظمات الدولية، ويدين عدد كبير من المراقبين هذا الإجراء الذي يرون أن دوافعه محض سياسية، وهي استبعاد أونغ سان سو تشي ابنة بطل الاستقلال والفائزة في انتخابات 2015 و2020 عن الساحة السياسية نهائياً. تشهد ميانمار حالة من الاضطراب منذ الانقلاب الذي وقع في الأول من فبراير شباط العام الماضي ضد حكومة سو تشي المنتخبة ديمقراطياً، مما أدى إلى احتجاجات واسعة النطاق وأثار مخاوفاً دولية بشأن نهاية الإصلاحات السياسية المؤقتة بعد عقود من الحكم العسكري.